نصائح طبية وعلمية لاستفادة من اللحم أيام العيد، لكن قلنا للأطباء كلنا ياسر لحم الخروف يقولون ارتفاع كوليسترول في الدم، وهذا يتسبب لنا في كثير من الأمراض، منها مشاكل القلب والشرايين والضغط الدموي ومشاكل جهاز الهضمي والسكري. وينصحون الأطباء بإكثار الخضر والفواكه والماء بكثرة، ولهذا يعاون الجسم على امتصاص الدهون غير الصحية الموجودة باللحم. وصلنا لنهاية الفيديو، في الأخير لكم عيدكم مبارك، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، نتلقاو في فيديو قادم إن شاء الله، سلام.